العذاب يبكي وحيدا ويشعر بالندم على كذبه وعلى الأغنام التي خسرها ولم يستطع حمايتها. وفي صباح اليوم أتوا أهل القرية عليه وجدوه غارقا في دموع ولا يوجد حوله أي غنم. تعجبوا وسألوه: ماذا حدث وأين الأغنام؟ فأخبرهم وهو بقمة الندم والأسف على ما حصل، وشعروا بالحزن لأجل الأغنام، وقالوا له: كان عليك أن تسمع كلامنا وتترك الكذب، نتمنى أن تكون تلك الخسارة درسا لك. فقال لهم: لقد تعلمت الدرس وفقدت الكثير، لن أعود للكذب مرة أخرى. ومن هنا يا حلوين نتعلم من القصة نتيجة وعواقب الكذب، لا يجوز الكذب مهما كانت الغاية. وتوتا توتا، خلصت القصة والحدوتة، وما تنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة يا حلوين. باي باي.